2016. الأهلي المصري صاحب الألقاب والأرقام القياسية وحامل لقب البطولة في النسخة الأخيرة. أبو تريكة الله عليك يا عم الناس، الله عليك، تسلم رجليك. أدي عبد الله السعيد حرك له حلو قوي فتحي، وأدي أبو تريكة الله المصريين يا ابو تريكه، وادي الكره عبد الله يسدد، وابو تريكه الكره بتحب الكره بتكفه، استلم حلوه عبد الله والدعم من احمد فتحي وتسديده والجول الثاني. يا الاهلي حديد، الاهلي حديد، ولا تقول لي كايزر تشيفز ولا تقول لي مازيبي ولا تقول لي حاجه، ده النادي الاهلي الذي امامنا كاس البطوله التي سيحتفظ بها النادي الاهلي للابد. رجعنا مرة تانية وبينضمنا دلوقتي في الاستوديو استاذ احمد ثابت الصحفي والمحلل الرياضي في مجلة الاهرام الرياضي. مساء الخير عليك، نورنا النهارده اكيد في كلام في الميديا. مساء النور عليكي ومنوره دايما كده. طبعا في البدايه بس احب ابارك للنادي الاهلي الاول وجمهوره ومجلس ادارته على يمكن اكبر عاده رعايه في تاريخ الكره المصريه امبارح، ومبارك برضو لشركه برزنتيشن، يعني النادي الاهلي برضو مش هو بس، لا شركه برزنتيشن مبروك عليها، اكبر نادي في الوطن العربي النادي الاهلي، بالتاكيد هيحققوا مكاسب ضخمه من عقد في النادي الاهلي. النادي الاهلي عشان برضو نحب نرد في الاول، ليه النادي الاهلي هو صاحب اكبر عقد رعايه في تاريخ الكره المصريه؟ ليه النادي الاهلي بيوصل للمبالغ دي؟ عشان في بعض الناس على السوشيال ميديا في اليومين اللي فاتوا شايف حاجات غريبه جدا. ناس متغاظه بشكل غير عادي، ودي حاجه مش يعني حاجه مش يعني مش منطقيه. طبعا مش منطقيه ان انت يعني ليه انا النادي بتاعي قيمته التسويقيه بكذا، جي شركه برزنتيشن دفعت الفلوس دي، يعني اللي ضايق الناس الثانيه. طبعا ليه؟ اولا النادي الاهلي انت بتحسبها بحاجتين، بالشعبيه والبطولات. صحيح. الشعبيه النادي الاهلي اكبر شعبيه في مصر واكبر شعبيه في الوطن العربي. ليه صحيح. اكبر شعبيه في الوطن العربي؟ احنا مش بنقول كده وخلاص، يعني مش بنقول كلمتين وخلاص. ليه؟ لما تشوف في الوطن العربي شوفي كام اهلي في الوطن العربي، هتلاقي فيه 27 اهلي في الوطن العربي. صحيح. يعني ومين ادم نادي فيهم؟ النادي الاهلي. تاسس سنه كام؟ 1907. صحيح. في الاهلي الاماراتي، في الاهلي السعودي، كل طبعا دول الاشهر. الانديه دي كمان اقدم من النادي الاهلي، فلما تشوف كام اهلي في الوطن العربي هتعرف ان النادي الاهلي ده حاجه بالنسبه للوطن العربي والشعبيه هناك، غير طبعا لما الناس بتسافر وبتروح وتشوف دايما مدرجات النادي الاهلي ممتلئه. لكن احنا مش بنحكم على المدرجات بس، احنا بنحكم كمان ب ان في 27 نادي اهلي في الوطن العربي، دي حاجه كبيره جدا. ده بالنسبه للشعبيه، وشعبيه النادي الاهلي طبعا حاجه كبيره. تاني حاجه البطولات، لما تيجي تشوف البطولات قارن البطولات، النادي الاهلي بيقارن، كابتن محمود الخطيب لما طلع قال النادي الاهلي رقم 2 بعد ريال مدريد من حيث عدد البطولات القاريه. النادي الاهلي عنده 20 بطوله قاريه بنفس مدريد ريال مدريد. تاني حاجه بالنسبه لعدد البطولات، النادي الاهلي عنده كام بطوله؟ موقع جول العالمي السنه في شهر 5 اللي فات قال ان النادي الاهلي اكتر نادي على مستوى العالم تحقيقا للبطولات. كام بطوله؟ 117 بطوله، 93 بطوله محليه، 20 افريقيه و4 عربيه. ما حسبوش البطولات، كان في بطولات قديمه كده ما حسبوهاش، هم حسبوا دي بس. طلع النادي الاهلي رقم واحد، يعني النادي الاهلي سابق، رقم اثنين كان رينجرز الاسكتلندي 115 بطوله. فالنادي الاهلي رقم واحد على العالم في البطولات. صحيح. اذا البطولات رقم واحد، الشعبيه انت الاول في الوطن العربي. الشركه لما تيجي تدفع 512 مليون او تدفع المبلغ ده، هي متاكده ان هي هتعوض وهتجيب المبلغ ده اكيد من خلال الدعايه الموجوده على التيشيرت. صحيح. فهي متاكده ان هتحقق اكتر واكتر من النادي الاهلي، مش بتدفع فلوس كده في الهواء وخلاص. ما انا مش عشان النادي الاهلي مثلا حاجه ادفع فلوس، لازم الناس تكون فاهمه كده. الشركه لما تيجي ده بيزنس، الناس لما تيجي تدفع فلوس في النادي الاهلي متاكده ان انا هحصل على المبلغ ده واضعاف اضعافه. معلش مع احترامي الكامل لشركه صله، مين كان يعرف شركه صله قبل النادي الاهلي؟ مع احترامي الكامل لشركه صله، انا بصراحه واحد من الناس ما عرفتش شركه صله غير لما ارتبط اسمها بالنادي الاهلي. برضو في اكتر من شركه، يعني ما عرفناش اسمها غير لما النادي الاهلي بيرتبط بيها. شركه امبرو برضو التعاقد مبروك للنادي الاهلي، التعاقد معاها على فكره شركه امبرو داخله بقوه في الوطن العربي. صحيح. اتعاقدت مع الترجي على التيشيرتات برضو. انت عارف انا بقيت بسمع مثلا شركه ايه، شركه امبرو اللي بيتعاقد مع النادي الاهلي دي شركه اي كلام، دي مش ايه يا جماعه، دي شركه انجليزيه كبيره شركة جدا وليها وزنها. الناس القديمه اللي هي يعني سنها كبير شويه هتعرف ان شركه امبرو دي على فكره التيشيرت ده هيبقى اغلى تيشيرت في تاريخ النادي الاهلي. صحيح. هيبقى سعره غالي لان شركه امبرو اصلا تيشيرتاتها غاليه كلها. فانا اتوقع ان التيشيرت ده هيبقى اغلى تيشيرت في تاريخ النادي الاهلي. دلوقتي هي اتعاقدوا مع الترجي وهم النهارده بيتكلموا مع الوداد المغربي، يعني ممكن في خلال يومين يتعاقدوا مع الوداد المغربي، وهم تقريبا صحيح. اكبر يعني اشهر ثلاث انديه في افريقيا، الاهلي والترجي والوداد وطبعا مازيمبي وطبعا نادي الزمالك، يعني كامل الاحترام ليه.
فانت عندك اشهر ثلاثه او الاكبر ثلاثه سواء الاهلي او الوداد او الترجي اخذتهم شركه امبرو، فدي طبعا حاجه تحترم يعني. اكيد يعني انا بصراحه لغايه دلوقتي ما فهمتش ايه سبب الهجوم الكبير قوي على السوشيال ميديا على شركه برزنتيشن بعد يمكن ما صرح استاذ محسن سبورتس عن حبه الشديد جدا للنادي الاهلي بعد الكلمه اللي قالها انا لو مت النهارده بعد الشر طبعا خلاص يبقى انا حققت كل احلامي، يمكن دي هي اللي زعلت ناس كتير قوي. بصي كل ما النادي الاهلي بينجح كل ما يعمل حاجه هتلاقي سيوف، هتلاقي سهام طالعة الشجرة المثمرة يقذفها الناس بالحجارة دايما. صحيح. ده النادي الاهلي. طب انت من وجهة نظرك الناس اتضايقت ليه؟ عشان اتضايقوا عشان محمد لا لا انا عايزه اعرف اتضايقوا عشان محمد كامل طلع انا بحب النادي الاهلي وده بالنسبه لي احلامي كلها ولا عشان ال 510؟ هو ما طلعش على فكره، هو ما طلعش قال انا بحب النادي الاهلي فارق، هو طلع الراجل بس دماغ كابتن الخطيب ده راجل عشان عارف قيمه كابتن الخطيب، راجل محترم، راجل قيمه كرويه كبيره، اسطوره كره القدم. لكن انا من وجهه نظري كابتن الخطيب وكابتن ابو تريكه طبعا اعظم اثنين لعيبه شفتهم في حياتي يعني، فطبعا الراجل بيبوظ دماغه. الصوره دي يعني زعلت ناس كتير. دي اللي ده ليه بتزعل الناس؟ كل ما انت ماشي وكل ما انت ناجح هتلاقي في ناس بتتكلم عليك، كل ما الناس بتتكلم عليك اعرف ان انت ناجح، ان انت بتحقق نجاحات، وده النادي الاهلي دايما بيكبر دماغه من الحاجات دي، الشجره المثمره يقذفها الناس بالحجاره. صحيح. ده النادي الاهلي دايما ماشي في طريقه، دايما الناس بتاخده مثل وقدوه. النادي الاهلي لما بيحط كادر في حته معينه او بيحط بيبقى عارف ان الكادر ده الفرق. ليه؟ ايه الفرق ما بين الاهلي وباقي الانديه في مصر؟ وجهه نظر يعني النظام. ان النادي الاهلي النظام. صحيح. بيحط كادر معين بيبقى متاكد 100% ان ده يصلح لهذا المكان. صحيح. مفيش بقى خلافات بتحصل ولا مشاكل ولا الكلام ده، فده سر نجاح النادي الاهلي. يعني انا استغربت قوي من الهجوم اللي موجود على السوشيال ميديا، اصل في الاخر استاذ محمد كامل ده بشر يعني. طبعا. يعني يا جماعه مفيش مشكله ان انا اكون بحب نادي او انتمي لنادي. طبعا. يعني طبيعي، اصلا الحياديه دي مش في طبعنا، طبعنا كبشر يعني، دي حاجه احنا بنحاول نعملها عشان نكون مهنيين، وطالما انت كشخص مهني وبتادي عملك على اكمل وجه فمفيش لوم عليك. هو كمان متاكد ان انا لما ادفع المبلغ ده في النادي الاهلي ان انا هيحصل، هو يعني داخل هو يدفع حبا في النادي الاهلي، هيدفع لا طبعا الفلوس ديت 510 مليون حبا بس في النادي الاهلي، هيديله الفلوس دي ولا هو متاكد ان انا هحصل على خمس اضعاف المبلغ ده ربح؟ بالتاكيد يعني اكيد، ولا كان دفع مثلا في كذا حاجه. لكن النادي الاهلي ليه؟ لان النادي الاهلي براند زي ما بنقول، النادي الاهلي ليه جماهيره وليه شعبيته وليه بطولاته وليه مجلس ادارته، حاجه مختلفه عن باقي الانديه سواء على مستوى الشرق الاوسط يعني. فالموضوع ما فيهوش اشمعنى طبعا، الموضوع مش المفروض ابدا يمشي باشمعنى. في ناس اشمعنى دي، اشمعنى دول بيطلعوا مع كل نجاح للنادي الاهلي على طول معروفين. طيب بعيدا بقى عن الكلام ده كله، النهارده لا صوت يعلو على صوت لقاء وفاق سطيف والنادي الاهلي ان شاء الله في دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، لقاء هام جدا، مباراه مصريه هتحدد ان شاء الله او يمكن يرجعوا لنا باذن الله النهارده ببطاقه التاهل للمباراه النهائيه اللي هتكون بوابتنا للرجوع مره ثانيه ان شاء الله لكاس العالم للانديه. دي كلها احلام الجماهير الاهلاويه واكيد اللعيبه والجهاز الفني وكل اللي بيحبوا النادي دي الاهلي. شايف لقاء النهارده ازاي؟ طبعا اللقاء يعني اعتقد اللقاء مش سهل، ربنا بس ايه اول نقطه يعني في بعض النقاط المضيئه كده في المباراه نعلم عليها. اول نقطه واهم نقطه من وجهه نظري اول 20 دقيقه في المباراه، دول اهم 20 دقيقه في المباراتين النهارده. ليه؟ الشحن المعنوي، الشحن الجماهيري الموجود عند وفاق سطيف، الشحن الجزائري شفنا في اخر تمرينتين كميه جماهير حاضره طبعا، كانوا فاتحين الباب للجماهير لحضور التدريبات في اخر تدريبات. فانت متوقع ان انت هتلاقي شحن معنوي زي شحن جماهيري زي ما احنا شايفين اهو. الجماهير هتقابل الكلام ده على طول في اول ربع ساعه، فانت لازم تسكت الجماهير دي. لازم تسكتها. تسكتهم ازاي؟ لازم اول حاجه تلعب بسياده الاستحواذ، وان انت تعمل تسيطر على الكوره، تسكت الجماهير بالاحباط. انا لا مهم قوي من كارتيرون ان انا العب بالضغط الامامي، الضغط الهجومي، الضغط العالي على الدفاع والحارس المرمى، وان انا اعمل استحواذ واعمل اكبر قدر من التمريرات في وسط الملعب، سواء حسام عاشور سواء السوليه سواء وليد سليمان. لازم ان انا امرر الكوره واخليهم هم اللي يجروا ورا الكوره. ليه؟ كل ما انا بستحوذ على الكوره وبعمل مثلا، لو انا عملت مثلا 150 تمريره في اول ربع ساعه، ده بتدي للناس التانيه، بتدي الجماهير، ده الفرقه دي اعلى مني، الفرقه دي النادي الاهلي، الفرقه دي فعلا في مباراه الذهاب كانت هتكسبنا اربعه، فانت بقى بتيجي يعني يرجع تاني في نفوسهم، ده الفرقه دي اقوى مني، مش هقدر ان انا جاريها، مباراه الذهاب في دماغهم، ده الفرقه دي هتكسبني تاني، كل ده في اول ربع ساعه، ده المهم، النادي الاهلي لازم يفرض سيطرته في اول ربع ساعه. وعجبني جدا تصريح كارتيرون، مستر كارتيرون لما قال انا جاي هنا عشان اكسب، دي تصريح بياكد ان انا هجومي، دي مهمه جدا. اول طبعا انت مش هتضغط طول الماتش، المباراه بتحط فيها ليها سيناريو معين، ان انت مثلا اول ربع ساعه او اول ثلث ساعه لازم تضغط. ليه؟
لازم اسكت الجمهور. الجمهور ده لو لا قدر الله جابوا جون في اول المباراه هتبقى صحيح. الامور هتتعقد صحيح. فانا لازم انا اضغط عليهم واعمل اكبر قدر من الاستحواذ زي ما احنا بنشوف النادي الاهلي لعب البوزيشن جيم بتاعه ده مهم جدا. دي يمكن اول نقطه مضيعه معانا ان احنا لازم نسكت الشحن الجماهيري الموجود والمتوقع ونمتص حماس الفريق اللي قدامنا. طبعا نمتص حماس سواء الجمهور او اللعيبه. اللعيبه نازله انا عايز اعمل ريمونتادا على النادي الاهلي. شوف تصريحات كتير على عندهم ان انا عايز اعمل ريمونتادا عايزين نرجع قدام الاهلي. عندهم حاله ثقه مش طبيعيه. زي ما يكون يعني هنكسب ثلاثه او هنلعب ضربات جزاء. شفت اكتر من برنامج على القنوات الجزائريه ان انا ايه المشكله اما العب 2-0 اكسب 2-0 والعب ضربات جزاء. كمان الصحافه عندهم برده منتهى الثقه وهنقدر نرجع ونرجع بيتنا صحيح. رئيس ناديهم بيتكلم زي ما يكون خلاص. فدي مهمه قوي اول ربع ساعه او اول ثلث ساعه لازم نعديهم. طبعا لو جبنا جون ده حاجه خياليه خلاص بقى خلاص. انت جبت جون معناها ايه؟ لو انت جبت جون أربعة. محتاجين اربعه حتى لو هم جابوا ثلاثه انت خلاص صعدت صحيح. فدي دي مهمه قوي ان احنا لازم نلعب ضغط امامي سواء جبت جون كان بها. المباراه دي لازم تخلص في اول ربع ساعه. لازم اول ثلث ساعه لازم تستحوذ على الكوره بشكل مميز تتعبهم تعرفهم ان انا النادي الاهلي ان انا جاي. انت جاي بجماهيرك وان انت جاي ان خلاص ما فيش حاجه اسمها ريمونتادا انا اللي هلعب. بالتالي دي اول نقطه مضيئه من وجهه نظري اول ربع ساعه مهم جدا. طبعا لعيبه النادي الاهلي خبرات يقدروا عناصر الخبره بقى في النادي الاهلي دورها ايه النهارده في اللقاء؟ طبعا اول حاجه حسام عاشور الليدر وعوده عمرو السوليه من وجهه نظري الثنائيه ديت انا بصراحه برتاح كراجل اهلاوي بشوف ان اول ما بشوف حسام عاشور وعمرو السوليه في وسط الملعب بطمن. الثنائيه ديت بصراحه من احسن الثنائيات في السنين الاخيره في النادي الاهلي. عوده عمرو السوليه كمان لما رجع في مباراه الاتحاد ونزل الشوط الثاني واضاف لعب مباراه الكاس برده واضاف كل ده كان بيتم تجهيزه. حسام عاشور لما لعب الوديه الاخيره تم تجهيزه بدنيا. انت مجهز دلوقتي العناصر الاساسيه سواء حسام عاشور او عمرو السوليه. عمرو السوليه اول حاجه معانا يمكن عمرو السوليه لو قارناه بالسنغالي اسلا عمرو السوليه عنده ميزه الالتحامات الثنائيه. لعيب بيكسب لك دايما الكره الثانيه ده لو احنا بنضغط ضغط عالي الكره الثانيه دايما هو بيفوز بيها. عنده حته التمرير الطولي عنده حته البنتريشن والزياده سواء ان هو انت بتحول الطريقه بتاعه النادي الاهلي من 4-2-3-1 ل 4-1-4-1 بالزياده بتاعه عمرو السوليه اللي بيعملها دي. طبعا عمرو السوليه واحد انا بشوفه من اهم اللعيبه وفرق غيابه مع النادي الاهلي الفتره الاخيره. يمكن الارقام لو احنا قارنا ما بينه وما بين السنغالي اسلا اللي هو عندهم في وسط الملعب برده بيلعب بوكس تو بوكس. عمرو السوليه يمكن 29 سنه اسلا 20. عمرو السوليه لعب 6 مباريات اسلا لعب 5. اسلا جاب جون اللي هو كان في مباراه الوداد. نيجي نبص بقى على الارقام اللي يمكن ما حدش كتير بياخد باله منها اللي هي الالتحامات الثنائيه. نشوف الالتحامات عمرو السوليه فاز ب 41 التحام اسلا فاز ب 14. فده رقم كبير جدا. لعيب بيكسب الالتحام الثنائي يعني كل الكره الثانيه كل الاستحواذ بتاع النادي الاهلي من خلال هذا اللاعب. عمرو السوليه بالالتحامات 75% يعني كل الالتحامات اللي دخلها فاز بثلاث ارباعها صحيح. فده رقم كبير جدا. اسلا نسبه فوزه بالالتحامات 30% التاكلنج الصحيح. على فكره عمرو السوليه عنده ريكورد في البطوله دي ان هو من يمكن ثالث او رابع اكتر لاعب عامل تاكلنج صحيح في البطوله. التاكلنج برضه بتبين ان الحماس بتبين ان انت بتكسب الكره الثانيه. التدخلات الدفاعيه دقه التمريرات هنا 77 هنا 79 فيمكن الارقام بتاكد بالتاكيد عمرو السوليه تفوقه. عمرو السوليه واحد من افضل اللاعبين. عودته النهارده هتبقى مكسب كبير جدا. يقدر ان هو يكسب لك الكره الثانيه يقدر ان هو يزيد يقدر يعمل التمرير الطولي لوليد ازارو ان احنا النهارده واحد من اهم المفاتيح من وجهه نظري هم هيندفعوا بالتالي هيسيبوا في مساحات ورا قلبين الدفاع عندهم. المساحات دي مين احسن واحد يقدر يستغلها؟ وليد ازارو. ليه؟ عشان السرعه والشراسه اللي صحيح. عنده طبعا هو اهدر واحده في مباراه الذهاب ان شاء الله يعوضنا النهارده باذن الله. لان هو عنده فرصه ان هو يبقى هداف البطوله أكيد. عنده فرصه كمان ان هو يبقى هداف الاهلي في نص النهائي النهارده لو جاب جون هيعادل رقم كابتن محمود الخطيب باربع اهداف فعنده فرص حلوه ازارو ان هو لازم ازارو يعني تبقى جايزه ليه حتى ان هو ينافس على هداف دوري ابطال افريقيا السنه دي باقي له هدف فلازم يحاول يجيب جوان النهارده يحاول ان هو يخلص المباراه يقتلها بالسرعه وبالشراسه اللي عنده لان الفريق ده هيندفع لقدام أكيد. بالتاكيد بالتالي هيبقى في توقع ان كارتيرون اول ما هينزل اول ما هيبدا ان هو يلعب مباراه مفتوحه ولا يمكن يحاول يدافع في البدايه؟ لا اعتقد هيضغط اول ربع ساعه. كارتيرون من المدارس اللي هي بتقسم الماتش مدرب تكتيكي عالي قوي يعني مدرب مخ فعلا بيعرف يدير المباراه صح. اول ربع ساعه بيبقى عارف حجم القدرات البدنيه اللي عنده ايه بيقسم الماتش صح زي ما عمل في مباراه الذهاب. مباراه الذهاب هم في الاول اكبر غلطه عملها مدربهم رشيد الطوسي من وجهه نظري في مباراه الذهاب ان هو ضغط على النادي الاهلي في اول صحيح. ربع ساعه لما ضغط في مساحات ورا بنت عنده سواء من استغلها ازارو او وليد سليمان دي اللي يمكن عانى منها. فالنهارده هم بالتاكيد هيهاجموا بالتاكيد هيندفعوا ممكن يكون المدرب اكيد بتاعهم عامل سيناريو بس لما تحط في دماغك 2-0
غير 1-0. يعني النادي الاهلي لو كسب 1-0 كنت اقول لك ممكن المدرب بتاعهم يدافع شويه وبعد كده يبدا يهاجم زي سيناريو كده مستر مانويل جوزيف الصفاقسي لما حط عماد متعب احتياطي وراح منزله ما بين الشوطين، بدانا ان احنا ندافع في الاول وبعد كده الشوط الثاني هاجمنا وجونا ابو تريكه في الاخر لما نزل عماد متعب وفلافيو. ده بيبقى احد السيناريوهات. بس امتى؟ لو انت خسران 1-0 بس وعايز تعوض، لكن انت خسران 2 فانت اجباري عليك ان انت عايز تجيب جونين على الاقل عشان تلعب ضربات جزاء، بالتالي اجباري ان هو يهاجم والهجوم ده هيظهر البطء اللي عندهم والمساحات اللي ورا هتبان من خلال سرعات وليد ازارو، وليد سليمان، محارب، حمودي، الاربعه اللي هيبداوا النهارده. فهو وليد سليمان، حمودي، محارب، وليد ازارو. فانت متوقع ان باتريس كارتيرون هيضغط في البدايه لغايه ما امن النتيجه وبكده يرجع تاني بيلعب بفريقه؟ هيضغط عشان يبس الخوف عندهم، يبس ان انا النادي الاهلي، وبالتاكيد كارتيرون اسلوب لعبه لعبه المباشر، ان انا هلعب تمرير طولي في خلال في ظهر المدافعين واستغلال سرعات وليد ازارو. الحاجه الثانيه المهمه قوي واعتقد ان كابتن محمد يوسف اتكلم فيها مع اللاعبين في اليوم اللي فاتوا، وهي استغلال ضعف الفريق ده في التمركز في الكرات العرضيه. احنا معانا صورتين لوليد سليمان اللي هي عاملهم عرضيات في مباراه الاتحاد والمباراه الاولى، نفس الكره بتتكرر، واضح ان كارتيرون مديله تعليمات. وليد سليمان بيبقى بيتحرك كصانع العاب بيدخل البوكس، لما بيبقى حمودي بيقطع للعمق وبيعمل العرضيه، هنلاقي نفس الصوره متكرره في المباريات، نفس الصوره، حمودي بيعمل العرضيه لوليد سليمان اللي بيكون قاطع للعمق. تمام، ما هي الصوره؟ ايوه هي الصوره ديت، دي مباراه الاتحاد. بص حضرتك، وليد سليمان قطع فيها للعمق، حمودي بيعمل العرضيه، هتلاقي وليد سليمان قاطع للعمق بيتحول كراس حربه تاني ورا ازارو. يعني ازارو دوره ايه هنا؟ ان انا بسحب معايا القلبين الدفاع باخد عينهم ناحيه اليمين، ووليد سليمان بيدخل للعمق بيتحول كراس حربه تاني، حمودي يقطع للعمق اعمل العرضيه. ده مباراه ايه؟ الاتحاد. مباراة وفاق ستيف الصورة اللي بعدها على طول زيها كربونا، دي مباراة وفاق ستيف الأولى برضو، حمودي قطع للعمق، وليد سليمان دخل، أزارو ناحية اليمين، فده إيه؟ أزارو بيسحب عين الناس، فدي تعليمات واضحة النهاردة وش هتتكرر تاني. هتتكرر إن أنت هتعمل عرضية، حمودي يعمل عرضية لوليد سليمان. الكلام ده شغل واضح جدا من كارتيرون، إن الراجل ده دارس فريق وفاق ستيف، ان انا عايز استغل سوء التمركز في الكرات العرضيه عند فوق ستيف. صحيح. طيب لو هنتكلم النهارده عن تاثير غياب علي معلول عن اللقاء. طبعا علي معلول يمكن انا وجهه نظري ان هو افضل باك شمال في القاره. ما كانش موفق في كاس العالم ولكن قدر ان هو يرجع، كمان كارتيرون حوله ان هو يكون مفتاح لعب النادي الاهلي. كارتيرون اكتر لاعب في الدوري صانع فرص، لما يبقى باك شمال اكتر لاعب في الدوري صانع فرص، اذا الراجل ده مفتاح اللعب. اصلا لاعب الاهلي كله تمرير طولي، ايه سعد سمير او كلوبالي بيعلق الكره الطوليه لعلي معلول اللي بيعمل العرضيه لازارو على طول. معلول فاتح، ده معلول باك شمال لا يعوض. طبعا ايمن اشرف اخذ الثقه مع منتخب مصر، صحيح الراجل اجيري وثق فيه واداله وبدا ان هو حتى سجل هدف، عنده الثقه الدوليه. ايمن لعيب راجل، لعيب مقاتل، لعيب جوكر، تقدر تحطه مساك ماشي، باك شمال ماشي، في اي حته بصراحه ايمن اشرف بثق فيه جدا. ولكن النهارده دور ايمن اشرف اعتقد ان هو هيكون دفاعي اكتر. ليه؟ عشان جابت عبد المؤمن جابه النهارده، هيبقى فيه مواجهه ثنائيه. باتريس كارتيرون يعني اتكلم اكتر كلام في اجتماعه على عبد المؤمن جابه وازاي يتم السيطره عليه اثناء المباراه. طبعا ايمن اشرف، ايمن اشرف النهارده مساك، راجل تاكلينج، راجل مميز بحته الالتحامات. ايمن اشرف مهم جدا النهارده ان هو ما يتقدمش كتير. ليه؟ هيبقى معاه مباراه ثنائيه ما بينه وما بين عبد المؤمن جابه، لازم يحد من خطورته. انا وجهه نظري كمان في لعيب تاني اهم من عبد المؤمن جابه اللي هو اكرم جحنيت. اكرم جحنيت اللي هو البلاي ميكر بتاعهم رقم 7 ده، حتى لو بصينا على ارقامه هنلاقي اكرم جحنيت ده اكتر لاعب صانع فرص في الفرقه ديت، عامل 17 فرصه او يعني كده، اكتر لاعب صانع فرص عندهم. وكان كمان ليه لقاء يمكن من يومين في احد الصحف الجزائريه اللي اتكلم فيه بمنتهى الثقه ان احنا قادرين ان احنا نرجع مره ثانيه باللقاء ونعمل ريمونتادا ونفوز على النادي الاهلي. بصي حضرتك على ايه؟ على ارقام اكرم جحنيت. اكرم جحنيت لاعب 8 ماتشات، دي مقارنه ما بينه وما بين حمودي، صانع هدفين، اكتر لاعب عامل اسيست فيه وفي فرقه وفاق ستيف اكرم جحنيت، عامل 2 اسيست. اكتر لاعب صانع فرص 17 فرصه، ده رقم كبير جدا. 17 فرصه. اكتر لاعب عامل عرضيات 26 عرضيه. دول الثلاث ارقام اللي تحط جنبهم دايره. سواء ان هو اكتر لاعب صانع اهداف، اكتر لاعب صانع فرص 17 فرصه، اكتر لاعب عامل عرضيه 26 عرضيه. اللاعب ده مهم قوي، اللاعب ده يعني مكار، لعيب بيقدر ان هو يشتغل على الاطراف، متحرك، لعيب مكوك، بيعمل عرضيات كتير وبيصنع فرص كتير. على فكره ده صانع اكتر من لعيبه الاهلي كمان، يمكن هو مساوي لعلي معلول اكرم جحنيت. فلعيب مميز قوي ولعيب يعني مميز جدا. يمكن انا وصل لي التشكيله بتاعه وفاق ستيف،
اللي حضرتك عليها. التشكيله بتاعت وفاق ستيف يمكن اللي هي لسه نازله من حوالي نص ساعه، نزلت على المواقع بتاع موقع وفاق ستيف. الحارس هيبقى هم يلعبوا 4-2-3-1. الحارس بتاعهم هيبقى مصطفى زغبه. اوكي تمام. هي دي فيها تعديلين بس، فيها تعديلين الصوره اللي قدامنا. دي كانت التشكيل المتوقع، لكن التشكيل الاساسي هيبداوا بمصطفى زغبه طبعا، هيبقى رضواني ناحيه اليمين وفرحاني ناحيه الشمال. عبد القادر بدران ده رقم 15 مساك، وميلود ربيعي رقم 25 بدل انيس سعد. هيبقى هو اللي كان بيلعب ارتكاز ده، هنرجعه تاني هنحطه مساك. وعندهم الاثنين اللي في النص الياس سيدهم وسمير عيبود. الياس سيدهم طبعا اللي هو حسام عاشور بتاعهم، وسمير عيبود اللي هو عمرو السليه اللي هو بيزيد بيكمل. تمام. الثلاثه اللي قدام اكرم جحنيت اللي احنا قلنا عليه وقلنا من اهم اللعيبه، وعبد المؤمن جابه ناحيه اليمين. ناحيه الشمال هيبقى مين؟ محمد اسلام بكير اللي هو رقم 11 اللي نزل الشوط الثاني في رقم في مباراه الذهاب وعمل خطوره ساعه ما كارتيرون راح منزل له اكرم توفيق ناحيه اليمين. ده التشكيل اللي بتتوقعه النهارده للقاء. ده التشكيل الاساسي بنسبه 99.9% بنسبه 99% نزل على الموقع عندهم، بس هم اكيد برده ما بيسربوش التشكيل الاساسي عندهم على الموقع. بس في صفحات بدل بنزلت يعني بالذات الترجي والجزائر، يعني الترجي تونس والجزائر اكتر حاجتين بيبقوا ينزلوا التشكيل ممكن قبلها بساعتين عادي. طيب لقاء دلوقتي الترجي واول اغسطس نتيجته كام؟ فاز اول اغسطس او فايز لغايه دلوقتي بهدف في الدقيقه الثامنه من اللقاء. جيرالدو ولا مين اللي جاب الجون؟ مين اللي جاب الجون بقى؟ اكيد جيرالدو، لعيب مميز قوي رقم 7. هيرجع لنا تاني يقول لنا. طيب لغايه دلوقتي بيتفوق فريق اول اغسطس على الترجي التونسي في اللقاء في الدقيقه الثامنه، بيفوز بهدف او بيتقدم بهدف على حساب الترجي. كده اول اغسطس خلاص، كده اول اغسطس كده خلصت. كده يعني يعتبر خلصت اول اغسطس. فرقه مكافحه فيها اكتر من لعيب مميز، لعيب اللي اسمه جرالدو ده لعيب مميز قوي، لعيب من احسن اللعيبه في البطوله، واعتقد ان هي هتكون المنافسه ممكن ما بينه كانت تبقى ما بينه وما بين معلول، او ما بينه وما بين مثلا كولوبالي او ازارو من الاهلي، هنشوفها ان شاء الله في النهائي. زي السنه اللي فاتت لما كانت المنافسه ما بين مؤمن زكريا ومحمد اوناج، كان في مقارنه نزلها موقع الكاف الحاجات دي على طول، محمد اوناج ومؤمن زكريا. السنه دي برده هيبقى جرالدو. جرالدو ده اعتقد ان هو 26 سنه، عنده جنسيه برازيليه، اعتقد ان هو هيحترف، لعيب مميز قوي، فرقه خطيره طبعا هنبقى نتكلم عنها. صحيح، يعني تتوقع ان النهائي هيكون ما بين النادي الاهلي واول اغسطس باذن الله في انجولا؟ باذن الله للاسف. كان نفسي الصراحه والله كان نفسي احضر النهائي بس بلاش انجولا. قول لي بقى مين اللي جاب الهدف؟ عمرو. طيب خلينا نرجع تاني بقى نتكلم عن اللقاء لغايه ما يقولوا لنا مين اللي جاب هدف فريق اول اغسطس النهارده. نرجع لميلود ربيعي. المقارنه ما بينه وما بين سليف كولوبالي، يمكن ميلود ربيعي ده كان فيه كلام جيرالدو هو اللي فعلا جاب الهدف زي ما قلت. جيرالدو سبحان الله. ميلود ربيعي وسليف كولوبالي المقارنه ما بينهم، ميلود ربيعي ده المساك المميز عندهم، وسليف كولوبالي ده المساك طبعا المميز عند النادي الاهلي. صحيح. كولوبالي منتقل حديثا فلعب 7 ماتشات بس. صحيح. لكن ميلود ربيعي لعب 9. كولوبالي طبعا مميز في الاهداف، بيجيب اهداف اكتر، جاب جونين في 7 ماتشات. خلي بال حضرتك ان ايه؟ ان كولوبالي لعب ماتشات اقل. صحيح. تمام، دي نقطة مهمة. أقل بمباراتين عنه. صحيح. طبعا صناعة الفرص هناك ميلود ربيع 1، دقة التمريرات كولوبالي أعلى، دقة 80% ل 70%. الالتحامات الهوائية طبعا برج سليف كولوبالي 67%، الناحية الثانية 58%. تشتيت الكور 40-45 عشان لعب ماتشات أقل. صحيح. لكن لو لعب ماتشين تاني هيعدي يمكن. صحيح. البلوك بتاعه الحته دي مهمه قوي، ان كولوبالي واحد من اكتر منع التسديد المؤقت. بيعمل بلوك. يعني ايه بلوك؟ يعني لعيب بيبقى شايط كوره او بيعمل عرضيه، كولوبالي بيقدر يوقفه او يمنعه. بيعمل بيرفع رجله فالكوره بتخبط فيه، دي حاجه مهمه على فكره عشان عنصر الطول. صحيح. كولوبالي طويل. صحيح. التدخلات الدفاعيه هنا 21 هنا 16. ارتكاب الفاولات بتاع كولوبالي اقل 8. صحيح. والتاني 11. صحيح. فطبعا كولوبالي واحد من المدافعين المميزين قوي جدا، وانا اعتقد ان هو لو كمل كده اعتقد ان هو هيكون مرشح ان هو يكون من احسن اللعيبه في البطوله دي الثلاثه. صح. سواء معلول طبعا بعد اصابته وبعد، وازارو وكولوبالي. انت كمان عامل شويه احصائيات عن اخر مباريات لوفاق سطيف الجزائري في جولات الذهاب والعوده قصاد النادي الاهلي. دول الثلاث ماتشات اللي لعبوهم ما بين فتره الذهاب والاياب، ثلاث ماتشات. طيب دي النتائج مع حضرتك، هتلاقي اللعب الاول مع مولوديه وهران كسبوا 1-0 في الدوري، الثلاثة كانوا في الدوري. بعد كده لعبوا مع الرياضي، فريق الرياضي كسبوا 2-0، وبعد كده تعادلوا مع فريق اولمبي 2-2. وعلى فكرة الأهداف أغلبها من
كرات عرضيه اللي دخلت وفاق سطيف، عشان كده بقول لحضرتك النهارده نقطه ضعف وفاق سطيف هي العرضيات. طب وبقى نقط القوه في وفاق سطيف، اتكلمنا عن نقط الضعف واللي ممكن نستغله النهارده في لقائنا قصادهم، وقلنا نستغل العرضيات ولازم نشتغل عليها وازاي نستغل منها ونجيب منها فرص. اما على جانب الاخر بقى نقاط القوه طبعا اول حاجه عبد المؤمن جابه، لعيب مميز، لعيب مهاري، كان لاعب راجل لاعب اولمبيات، لعيب مهم، وهتبقى في مباراه ثنائيه ما بينه وما بين ايمن اشرف. الناحيه الثانيه رقم 11 اسلام بكير، محدش كتير بياخد خد باله منه في المباراه اللي فاتت ان هو نزل عمل لنا مشاكل الشوط الثاني كفرق، وحتى كارتيرون بكير. اسلام بكير رقم 11، اسلام بكير اكرم توفيق نزل له مخصوص، يعني مفاتيح لعبهم النهارده اسلام بكير وعبد المؤمن جابه، وعبد المؤمن جابه في النص اللعيب المكوك بتاعهم اكرم جحنيل. دول الثلاثه المميزين قوي، بالذات هيبقى اسلام بكير سريع عنده حته السرعه. طبعا احمد فتحي ما شاء الله عليه ان شاء الله يكون قدها النهارده رغم الاصابه اللي كان ولكن هو سليم، يعني احمد فتحي ان شاء الله النهارده اساسي يقدر قدها ويدود ان هو يوقف. انت كمان عامل مقارنه لاحمد فتحي هو ورضواني؟ اه طبعا، ده الباك اليمين هنا والباك اليمين هنا. هتلاقي احمد فتحي طبعا ارقامه اعلى بكتير، احمد فتحي واحد من احسن اللاعبين، لازم حتى ينضم المنتخب مصر. هما بيتساووا مع بعض اكيد طبعا، محدش فاهم اصلا ليه فتحي مش في منتخب مصر. احمد فتحي وليد سليمان ليه مش في منتخب مصر؟ يعني في حاجات كده غريبه بتحصل. بس هما بصراحه من وجهه نظري في ثلاثه اتظلموا، احمد فتحي، وليد سليمان، اسلام عيسى في مصر، الثلاثه دول ما ينفعوش ما يكونش في المنتخب. صحيح صحيح. طيب نرجع للمقارنه اللي انت عاملها ما بين رضواني لاعب الفريق الجزائري واحمد فتحي لاعب النادي الاهلي، الاثنين لعبوا سبع مباريات بيتساووا مع بعض في عدد المباريات. طبعا بالنسبه الاول مبين للناس الدور الهجومي والدور الدفاعي، احمد فتحي سواء احرز هدف وصنع هدف، اذا الدور الهجومي 10 على 10 صحيح، وصنع فرص 11، صنع فرص خطيره يعني مؤثره 4، الثاني صنع واحده وما جابش ولا جون ولا صنع ولا جون، اذا احمد فتحي اعلى من رضواني على الدور الهجومي. صحيح. الدور الدفاعي الاثنين متساويين في تشتيت الكوره، في الكليرنس بتاعهم 16 16، التدخلات الدفاعيه بتاعت رضواني اكتر من فتحي 22، الثاني 14 احمد فتحي، التاكلنج الصحيح بتاع فتحي 14، طبعا التاكلنج الشهير اللي كان في مباراه حريه اللي هو عمل التاكلنج ولعبها لحمودي وحمودي عمل العرضيه، كانت كان جون شهير قوي اللي هو التاكلنج بتاع مباراه العوده قدام حريه الغيني. الالتحامات الثنائيه بتاعت فتحي اعلى 58%، الثاني 54، الحصول على الاخطاء بتاعت رضواني 10 وفتحي 8، اذا فتحي بيتفوق سواء على المستوى الهجومي اكتر وعلى المستوى الدفاعي. طبعا احمد فتحي النهارده زي ما قلت يعني هيبقى عنده مباراه ثنائيه مع اسلام بكير رقم 11، والناحيه الثانيه ايمن اشرف عنده مباراه ثنائيه مع عبد المؤمن جابه، وفي النص هيبقى حسام عاشور، مهم قوي ان هو ياخد باله من تحركات اكرم جحنيت. اما المهاجم بتاعهم هو الحبيب بكلمونه، يمكن هو بوكس مهاجم صندوق، مهاجم قوي ان شاء الله يكونش موفق في حته الفينش، يستمر عليها في اهدار الفرص اللي هو كان بيمر بيها في الفتره الاخيره، ان شاء الله يعني هتفرق معانا جامد. عندهم برضو من نقاط القوه مصطفى زغبه حارس المرمى، مصطفى زغبه يعني انا شايفه من نقاط القوه، ولكن عنده عيوب كتير في العرضيات، حتى لو شفنا الجونين اللي احنا جبناهم في مباراه الذهاب، الجون الثاني تحديدا اخد خطوات غلط، حتى الكوره داخله حمودي بتاعت حمودي لما شاطها اللي جاب الجون الثاني كان محارب تقريبا، اللي هي الكوره دخلت وبعد كده الجون وقع، خد خطوات غلط فوقع، فدليل ان هو حتى في العرضيات بيطلع مش خطواته وقراراته في العرضيات كلها البوزيشن والديزيشن بتاعه مش صح. إذن الحارس ده أنا وجهة نظري أنه مش بالقوة اللي كانت الناس بتتكلم عليها في مباراة الوداد، إن شاء الله يكون يستمر على الحالة دي وأن احنا نقدر نستغلها في العرضيات اللي احنا اتكلمنا عليها. أهم نقطتين النهاردة نلعب عليهم من الناحية الهجومية، من وجهة نظري الكرات العرضية زي ما احنا اتكلمنا فيها وقلنا وليد سليمان بيقدر يتحول كمهاجم تاني. النقطة التانية وهي سرعات وليد أزارو مهمة جداً، لان الفريق ده هيندفع وبالتالي محتاجين تمرير طولي من صحيح. ايمن اشرف صحيح. مميز بحته التمرير الطولي، سليف كولوبالي مميز بحته التمرير الطولي، عمرو السليه مميز بحته التمرير الطولي، لوليد ازارو مهم جدا سرعات وليد ازارو النهارده ان شاء الله يكون بس موفق في حته الفينش، لو موفق لان وليد ازارو بيوصل كتير جدا، لو موفق في حته الفينش هتفرق مع النادي الاهلي اكيد. طيب نروح بقى لابرز نقاط القوه في النادي الاهلي، لو انت دلوقتي طالع معاهم وهم تقول لهم خلوا بالكم من ايه في النادي الاهلي؟ طبعا اول حاجه هو بالنسبه لهم وليد ازارو، انا دلوقتي هندفع هعمل هجوم هيهاجموا صحيح. طب انا هسيب مساحات ورا والنادي الاهلي عنده مهاجم سريع وشرس زي وليد ازارو، هتعمل ايه فيه؟ فدي رقم واحد في نقاط القوه النادي الاهلي وليد ازارو النهارده لو موفق هتفرق جامد جدا. تاني حاجه وليد سليمان تحركاته في العرضيات اللي بيعملها له حمودي او فتحي لما بيخش للعمق وبيتحول كراس حربه تاني بجوار وليد ازارو هتفرق معاه جامد جدا صحيح. دي نقطه القوه الثانيه. نقطه القوه الثالثه وهي احمد فتحي،
احمد فتحي بيظل واحد من افضل الباكات اليمين على مستوى القاره، لعيب مقاتل، لعيب شرس، عنده مستوى التاكلينج الصحيح بتاعه عالي، ومستوى الاسيست زي ما احنا عرضنا المقارنه بتاعته. رقم 4 سليف كولوبالي، سليف كولوبالي برج ما شاء الله في الضربات الثابته النهارده. هم على فكره في التمرينات طيب. عايزه بس اقول لك حاجه، ان تعادل الترجي في الدقيقه 15 من ضربه جزاء، لسه محتاجين جونين كمان. لمين؟ يوسف يوسف البلايلي. تمام طيب كده محتاجين بقى ايه؟ محتاجين جونين كمان. بس الماتش ده هيبقى زوجيه لغايه اخر لحظه يعني. بس واضح حتى لو سواء ده وتاهل او ده تاهل، ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله هيكون اعلى من الفرقتين يعني ان شاء الله باذن الله. طيب نرجع نتكلم عن النادي الاهلي تاني. بالنسبه للبرج بتاعنا سليف كولوبالي، سليف كولوبالي ده من احلى الصفقات اللي جت في النادي الاهلي، حاجه كده يعني فاهم، هو النادي الاهلي فوقت الفرقه في كل حاجه. على المستوى الدفاعي ما شاء الله، عنده سنه بطء سنه، بس المدافع مش شرط فيه السرعه قوي يعني. احمد حجازي ما كانش سريع برضه، بس كان افضل مدافع في مصر طبعا. البوزيشن بتاعه والديزيشن بتاعه مهم جدا، سواء سليف كولوبالي مهم قوي، لعيب التاكلينج بتاعه، لعيب البلوك بتاعه اللي بيقدر يمنع التسديدات مهم قوي لسليف كولوبالي. برضه حته الالتحامات الهوائيه كان عيب دفاعنا بالنادي الاهلي، ان حته الالتحامات والكره العاليه دي كلها كانش في حد بيقدر ياخدها زي لما رجع سليف كولوبالي بعد غياب احمد حجازي او بعد رحيل احمد حجازي. كانت صفقه سليف كولوبالي دي عوضت احمد حجازي. كمان الضربات الثابته النهارده ليه لا سليف كولوبالي ما يسجلش؟ ليه ما نعملش نستغل ان وليد سليمان يعمل عرضيه لسليف كولوبالي على القريبه ونخلص المباراه بضربه ركنيه؟ احنا لازم النهارده نعتمد على التفاصيل الصغيره اللي زي الضربه الركنيه، الضربه الثابته. وليد سليمان جاب جون في مباراه وديه من ضربه ثابته، ممكن صحيح. وليد سليمان من ضربه ثابته يخلص، ممكن سليف كولوبالي من ضربه ركنيه يخلص. الحاجات التفاصيل الصغيره دي هي اللي هتصنع الفارق للنادي الاهلي، مهمه جدا. دكه البدلاء هنا وهنا، لو قارنا بقى دكه البدلاء ده يمكن اهي ده جون سليف كولوبالي يعني ما شاء الله. في المصري جون سليف كولوبالي، سليف كولوبالي مميز بحته الالتحامات الهوائيه، بيطلع هوب على طول، وفي جوان ليه كمان بضربات ركنيه. هو جايب جونين في دوري ابطال افريقيا بس اكيد مش معاه الحقوق بتاعه. فدي حاجه مهمه قوي النهارده نقدر نستغلها، ان الراجل ده ما شاء الله عليه مفتاح لعب مهم، سواء على مستوى التحضير، كمان على مستوى النادي الاهلي لما بيناقي لاعب على مستوى الاخلاق بتاعته، لعيب مؤدب قوي، لعيب سليف كولوبالي ده لعيب محترم بصراحه يعني. الواحد كان عنده مشاكل مع اسم كولوبالي ده مختلف تماما. لعيب فعلا. هو كمان اتربى يعني في مازيمبي، عاش فتره طويله قوي في مازيمبي، مازيمبي برده نادي بطل متعود على البطوله. مش لسه جاي بقى لاعب دوري ابطال افريقيا، البطوله دي قبل كده مع مازيمبي، اخدها مع دوري ابطال افريقيا، اخد دوري كونغولي، لعب مع منتخب مالي اساسي مع مازيمبي ومع كارتيرون يعني. صفقه مميزه هي. بس الصفقه دي كانت مقلقانه ليه في الاول؟ الصفقه عشان الاصابات، كانت الناس بتتكلم ان النادي الاهلي جايب صفقه الاصابه بقاله سنه ما لعبش كوره، طب ده هيرجع، طب مش عارف، كان الكلام كله كده. لكن كولوبالي اثبت لما رجع ثقه كارتيرون فيه ان هو واحد يمكن افضل مدافع في الدوري المصري حاليا، ما فيش مدافع في طوله، فيش مدافع مميز في الالتحامات الهوائيه. كارتيرون كان عارف هو بيعمل ايه وهو بيختار الصفقه طبعا، هو جايبه واثق فيه. ما فيش مدافع هتلاقيه طويل القامه كده وبيحضر الكوره من تحت حلو، مميز بالتمرير الطولي، بيخلص لك ضربات ثابته، البلوك بتاعه عالي، التدخلات الدفاعيه بتاعته عاليه، التاكلينج بتاعه عالي. النهارده ان شاء الله سليف كولوبالي يقدر، هم عندهم مشكله في التمركز في الضربات الركنيه يعني في الدور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، داخل فيهم اجوان كتير جدا من عرضيات، فانت صحيح. تقدر ان سليف كولوبالي يقدر يخلص لك النهارده بضربه ركنيه. صحيح. وسعد سمير كمان، سعد سمير عودته مهمه. ليه سعد ليه عودته مهمه كمان؟ عشان ايمن اشرف وسليف كولوبالي كانت الثنائيه دي كانت جميله جدا. صحيح. انا كنت برتاح لها قوي اللي هي ثنائيه، ولكن علي معلول لما اتصاب بالتالي محتاج ان انت ايمن اشرف يروح ناحيه الباك ليفت، راجل دولي في منتخب مصر، فانت مين اللي هيرجع تاني كقلب دفاع؟ حته القلب دفاع دي اللي هيدخل فيها مين؟ هيبقى سعد سمير وجنبه كولوبالي عشان نودي ايمن اشرف ناحيه الشمال. صحيح. فدي هتبقى مهمه. طيب من امبارح للنهارده سالنا الجمهور توقعاتكم ايه لنتيجه مباراه النهارده ما بين النادي الاهلي وفاق سطيف، تعال نشوف الجمهور قال لنا ايه ونبتدي مع الفيسبوك بيج الخاصه بقناه النادي الاهلي الاهلي تي في. احمد اسماعيل قال لنا ان شاء الله الفوز للنادي الاهلي 2-0، الحاوي وليد سليمان والتوربيد ازارو والصعود للنهائي والفوز بالبطوله الافريقيه المحببه لجمهور وعاشقي النادي الاهلي. محمود كمان قال الاهلي قادر ان شاء الله بعد توفيق ربنا التخطي على الوفاء، واعتقد الماتش هينتهي 1-1. عباس السيد بيقول 2-0 النادي الاهلي وليد سليمان، وما قالش مين تاني، يمكن شايف ان الاثنين لوليد سليمان. محمد الفكهاني بيقول 1-1 ان شاء الله. علي صلاح بيقول ان شاء الله فوز النادي الاهلي 2-0 وليد سليمان وازارو، واضح ان وليد سليمان وازارو هو ده التوقع لجمهور النادي الاهلي كله عشان النقطتين اللي احنا اتكلمنا عليهم.
النقطه الاولانيه اللي هي التمركز في الكرات العرضيه صحيح. من خلال وليد سليمان لما بيتحول كراس حربه ثاني فيقدر يسجل. النقطه الثانيه اللي هي وليد ازارو السرعات بتاعته، طبعا الراجل راس حربه بتاع الفرقه، السرعات بتاعته في المساحات اللي ورا الدفاع مهمه جدا. والنقطه ورقم ثلاثة كولوبالي يقدر يسجل من خلال الضربات الركنيه اكيد. كمان ماجد صقر بيقول ان شاء الله النادي الاهلي هيكتسح الفريق الجزائري وسط جمهوره، وتحياتي ليكي بشكرك جدا يا ماجد. السيد كويتا بيقول 2-1 للاهلي ان شاء الله، وليد سليمان رجل المباراه، جمهور الاهلي كله مراهن على وليد سليمان وازارو. طبعا وليد سليمان حاليا احسن لعيب في دوري ابطال. انا مش عارفه ازاي اللاعب ده مش موجود في منتخب مصر. هو يعني طبعا مهم جدا ان وليد سليمان ينضم للمنتخب. انا شايفه السوشيال ميديا كلها منزلين كوميكس يعني بيقولوا طب انا لو مش شايفين ان انا مصري اجيب الجنسيه ازاي؟ وكمان ليه؟ دلوقتي انا يعني لو مثلا مدرب منتخب مصر دلوقتي لما محمد صلاح لا قدر الله بيتصاب مين بديله؟ صحيح. يعني انت حتى وليد سليمان طب ما تجيبه وتديله كبديل لمحمد صلاح، هيبقى بديل مناسب جدا. صحيح. ان انت طبعا ما فيش لعيب على مستوى محمد صلاح حاليا، ولكن وليد بخبراته وليد يقدر يعوضه. وليد سليمان يستحق تمثيل مصر، يقدر ان انت تديله. ما فيش حد يناسب كبديل صحيح. لمحمد صلاح في المنتخب غير وليد سليمان. صحيح. كمان محمود عادل بيقول 2-1 للنادي الاهلي باذن الله، وهنصعد للنهائي وهنكسب البطوله ان شاء الله. مصطفى عز بيقول مساء الفل يا شيما ان شاء الله نتيجه المباراه 2-1 للنادي الاهلي. هدى حجازي بتقول تحياتي ليكي ان شاء الله الاهلي يفوز 1-0 ويتاهل للنهائي. على تويتر هاجر قالت 2-1 للنادي الاهلي، سعيد قال 2-1 للاهلي، حسام عاشور هيسجل ان شاء الله، محمود نصار بيقول تعادل ايجابي 1-1، ابو اياد التوني بيقول ان شاء الله 3-0 للنادي الاهلي انصرنا يا رب، محمد فوزي قال 2-1 ان شاء الله للنادي الاهلي، وليد ووليد كل واحد فيهم جول رجاله ويعملوها طبعا، بيقول وليد سليمان ووليد ازارو. محمود جمعه بيقول مساء الفل يا شيما، مساء الفل على احلى برنامج، بشكرك جدا واحلى طاقم عمل، كل البيت عندنا بيسمع البرنامج وبيحب، اشكرك جدا والله كلك ذوق. النادي الاهلي النهارده هيكسب 1-0 ان شاء الله ونرجع متاهلين للنهائي ان شاء الله افريقيا بتاعتنا السنه دي. سيد عامر بيقول احلى مساء احلى، بشكرك جدا والله ان شاء الله الفوز للنادي الاهلي 2-1. محمد عطيه بيقول ان شاء الله النادي الاهلي يفوز 1-0. احمد شاهين بيقول فوز الاهلي 4 ازارو وصلاح محسن ووليد سليمان واسلام محارب، ده مش عايز يزعل حد في الفرقه. حميد حسب بيقول باذن الله 2-0 للنادي الاهلي، يا رب انصر النادي الاهلي. دي بعض التوقعات الخاصه بجمهور النادي الاهلي اللي جات لنا على السوشيال ميديا من امبارح للنهارده، سالناهم تتوقعوا ايه لنتيجه مباراه النادي الاهلي وفاق سطيف النهارده، المباراه الهامه طبعا اللي فيها بطاقه تاهلنا للنهائي الافريقي وباذن الله استعاده اللقب الافريقي التاسع، وكمان العوده مره اخرى للعب في كاس العالم للانديه. عندنا مقارنه اخرى اخيره ما بين الحارس حارس مرمانا محمد الشناوي حارس مرمى وفاق سطيف الجزائري، تعال نشوفها معاك. حارس وفاق سطيف يمكن لو قارنا هنلاقي ان بدايه دور المجموعات الشناوي 9 عامل 7 شباكه نظيفه، لكن الشناوي على مدار البطوله عنده 8 كلين شيت. النهارده عنده فرصه الشناوي لو ما دخلش فيه اهداف هيبقى على فكره عنده رقم، ان انا عندي 9 مباريات شباكي نظيفه. صحيح. ده رقم ما حصلش في اخر 10 سنين في مباريات دوري ابطال افريقيا، ان حارس يبقى عنده 8، عنده 9 شباكه نظيفه، لان هو 7 وعنده مباراه اللي هي كانت قبل المباراه دي في الدور التمهيدي في دور ال 16 يبقى 8، لو النهارده يبقى 9. الناحيه الثانيه طبعا شباكه نظيفه. ربنا يكرمه يا رب. هيكسر الرقم ده. صحيح. هيبقى رقم قياسي ليه. شباكه نظيفه كحارس هناك 1 مباراه واحده بس، استقبل اهداف الشناوي 5، الثاني استقبل 12، عدد مرات التصدي للتسديدات الشناوي 17 وزغبه 33، طبعا عشان التعرض لفوق سطيف كان اكتر من هجمات. نسبه النجاح في التصديات الشناوي 77%، وده اكيد بيرجع لخط الدفاع. خط الدفاع والفرقه كمان لما بتقابل النادي الاهلي بتبقى خايفه اكتر من وفاق سطيف. اكيد. نسبه النجاح في التصدي للتسديدات الناحيه الثانيه 75%، دقه التمريرات بتاعت الشناوي 46%، الثاني 43، طول القامه 191 للشناوي اطول، وما تصداش ولا ضربه جزاء من واحده، الثاني تصدى لواحده من 4. ودي على فكره تفوق في الارقام طبعًا لصالح محمد الشناوي. وعلى فكره الرقم اللي هو بتاع عليهم 4 ركلات جزاء ديت بياكد ان دفاعهم مش قوي. صحيح. دفاعهم أكيد. سيء أكيد. على مستوى البطء يقدر النهارده وليد ازارو يخليهم يرتكبوا ضربات جزاء، هم مرتكبين 4، فده رقم كبير. طيب انا لو سالتك دلوقتي قلت لك اوصف لي اللقاء النهارده يكون عامل ازاي، قول لي بقى سيناريو وكمان اديني النتيجه ومين اللي هيحرز اهداف النهارده. صح بس ماشي، يعني هو بالنسبه للسيناريو ممكن النادي الاهلي ان شاء الله لو سيناريو حلو باذن الله، يعني النادي الاهلي لو ضغط ممكن حتى يسجل جول،
ممكن هم يقدروا بعد كده، يعني اتوقع ان هم يقدروا يرجعوا تبقى 1-1، بعد كده الاهلي يسجل تاني ممكن تبقى فرق هدف للاهلي 2-1 ان شاء الله، ممكن نكسب ان شاء الله. مين هيسجل النهارده؟ وليد الاقرب، وليد ازارو وكوليبالي. وكوليبالي الاقرب، يعني عندي احساس كده وليد ازارو هيسجل النهارده لانه بقاله زمان ما سجلش، وكوليبالي ممكن يسجل طبعا. طيب الترجي تقدم 2-1 على اول اغسطس الانجولي، هيرجع بقى كده، دي ريمونتادا بقى، هي دي بقى ريمونتادا كده، قدامه يمكن هدف كمان ويلعبوا ضربات جزاء. لا هم لو هدف كمان يصعدوا على طول، يصعدوا على طول. اه الماتش الاولاني كان 1-0، كان 1-0 وهدف تاني على ارضهم 1، يبقى هيبقى 3، محتاج جون كمان وخلاص، محتاج كمان جول عشان 3-1 يصعد. طيب طبعا انا بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده دكتور احمد ثابت، نورتنا اكيد في كلام في الميديا، وكل التوفيق باذن الله ان شاء الله لفريقنا النهارده النادي الاهلي في لقائه الهام باذن الله نرجع ببطاقه التاهل للقاهره. بشكرك ودايما متالقه، وان شاء الله يعني باذن الله ان شاء الله نكسب النهارده ونعدي وناخد البطوله باذن الله. يا رب ان شاء الله. طبعا دعوات كل الاهلاويه النهارده للنادي الاهلي في لقائه الساعه 9، يمكن ناقص الساعه 6:30 دلوقتي، ناقص يا دوب 2:30، يعني كتروا بقى من دعواتكم كده ان شاء الله نعدي ويرجعوا لنا الابطال ببطاقه التاهل النهائي الافريقي، وباذن الله دي هتكون بوابه رجوعنا مره ثانيه للعب في كاس العالم للانديه. بشكركم جدا على حسن المتابعه، اشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد عليكم، كل فوز باذن الله.